مشاهدين قناة الطريق في كل مكان، تعالوا معنا نشوف من داخل مسرح الأمبرويز بالقدرائية الكبرى بالعباسية احتفالية مركز الإبراهيمية العاشر. تعالوا معنا نشوف هذا التقرير. وسهلا بحضرتك معانا، منور مسرح الأمبرويز. الله يخليكي، الدنيا منورة والميديا كلها منورة بالمركز الإعلامي بالإبراهيمية. عايزين لحضرتك تعرفنا عن تأسس امتى المركز الإعلامي الإبراهيمية، وايه هو سبب تجمعكم من داخل مسرح الأمبرويز؟ الحقيقة ده أقل شيء يتعمل احتفالا بمرور 10 سنوات على إنشاء هذا المركز اللي أثر الميديا المسيحية بالبرامج وبالأفلام وبالمسرحيات وبالدوبلاج وبالدورات التدريبية. حقيقي يعني شيء الواحد يفتخر به، وبقدم كل التهنئة لصديقي وأخويا الأستاذ يوسف منصور. شكرا لحضرتك، وحضرتك منور مسرح الأمبرويز، ودايما الميديا منوره بفنان القدير سمير فهمي. اشكر حضرتك. نعرف مشاهدين قناه الطريق ايه هو دور الاعلام القبطي بالنسبه للمستوى اللي احنا فيه موجودين دلوقتي، انت شايف ان ليه دور فعال؟ ايه اللي فعال؟ الاعلام القبطي. فعال بس عايز شويه تدريبات. ايوه، عايز ازاي نوصل رسالتنا صح؟ وصلوا رسالتكم صح، اصل تدرسوا الاعلام تبقوا عارفين ان الكلمه دي بتعمل ايه في الناس. بس رسالة تحب توجهها لمشاهدين قناة الطريق؟ بحييهم كلهم ومزيد من التقدم لقناة الطريق. أشكرك. عايزين نعرف مركز الإبراهيمية الإعلامي اللي هو العاشر، إيه سبب تجمعكم هنا؟ إحنا مبتدئين من زمان في الميديا دي قبل ما تبتدي خالص، عشان كده هم بيدعونا إحنا المؤسسين يعني. شكرا لحضرتك. العافيه. على تعريف الفنان القدير الجميل اللي انا من معجبين بحضرتك، اهلا وسهلا بحضرتك معانا من داخل مسرح الأمبرويز. اهلا بيكي وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. عايزين حضرتك تكلمنا عن المركز الإبراهيمية للإعلام، هدفه ايه وايه هنا سبب تجمعكم في هذه الأمبرويز؟ مركز الإبراهيمية للإعلام هو في الميديا المسيحيه، بيعمل دراما مسيحيه، فيديو سينما وسيديهات وعروض وحاجات كويسة جدا، وبيصدر الحاجات دي كلها للقنوات الفضائية المختلفة اللي موجودة، وممكن تبقى قنوات عادية مش لازم قنوات دينية مسيحية، لأن هو بيعمل حاجات اجتماعية وحاجات إنسانية، وهو إحنا من بدايات وإحنا معاه، يعني من بدايات ما بدأ وإحنا معاه. وأنا سعيد جدا إن أنا معزوم النهاردة على إنه عنده 10 سنين بقى طفل كده، عقبال ما يبقى شاب ويبقى رجل كبير ويبقى عجوز يعني. شكرا لحضرتك وتحياتي لشخصك. شكرا. شكرا. انا عايزين نعرف المركز الإبراهيمي طبعا اول مره يعمل احتفال ولا ده العاشر، ومين الممثلين اللي هم مشتركين فيه، ورساله تحب توصلها لمشاهدين قناه الطريق؟ اولا ده مش اولا اهلا بيكم وكل سنه وانتم طيبين. ده مش الاحتفال الاول، ده عاشر احتفال، هم كانوا بيعملوا احتفال سنوي. برنامج الحفل للاسف انا مش عارفه بالتفصيل. الهدف من هذا الاحتفال احتفال وتكريم بعض الرموز من الفنانين ورجال المجتمع والاعلاميين. تمام. رساله تحب توجهها لمشاهدين قناه الطريق؟ اقول لهم اهلا بيكم وربنا يوفقكم وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. شكرا لحضرتك. سيخة. فلحضرتك فادي فوكي، مهندس ديكور في مسرح القوم. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. عايزين حضرتك تكلمنا عن المسرح القبطي. المسرح القبطي دي حاجه كبيره، موضوع كبير قوي يعني. الحقيقة المسرح القبطي دي حاجة كبيرة جدا. لو نعرف انه مثلا مهرجان الكرازة هو ممثل الرئيسي لمسرح الكنيسة، طبعا في مسارح كتير، في عروض كتيرة في اماكن تانية، لكن مهرجان الكرازة هو تقريبا الممثل الرئيسي دلوقتي. مهرجان الكرازة لو نعرف انه التصفيات بتاعة الشباب بتوصل ل 800 عرض مسرحي في المسابقة في السنة، فرقم غير عادي يعني، خصوصا انه بيتعمل مستويات عمرية، يعني بيبقى في مسرحية ثانوي، مسرحية ابتدائي، مسرحية اعدادي، مسرحية خريجين، مسرحية جامعة في كل كنيسة، فحاجة ضخمة جدا. ده في حد ذاته مش عايز اقول ظاهره او طفره، انما حاجه مهمه جدا في استيعاب طاقات الشباب المتحمس. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه مسرح الكنيسه ما بقاش قصر على الكنيسه بس، مسرح الكنيسه خرج بره دلوقتي، مسرح الكنيسه بيشترك في المهرجانات الدوليه، وبيشترك في مهرجان القومي للمسرح المصري، بيشترك في مهرجان المسرح العربي، بيشترك في مهرجانات اخرى، وبيحصل فيه تآخي بينه وما بين مهرجانات الدوليه او المهرجانات اللي خارج الكنيسه. فاذا مسرح الكنيسه ما بقاش يعني انه جوه الكنيسه فقط، ما بقى يعني انه نشاط ثقافي مسرحي فني
داخل وخارج الكنيسة، وده الشيء المأمول انه يعمل اندماج للشباب في المجتمع ويدخلهم داخل دائرة الفن. شايف ان الكنيسة المصرية بتشجع الموهوبين في الاقبال على كتمثيل او كإعلام؟ شايف الكنيسة لها دور فعال في هذه طبعا دلوقتي بتشجع، بدليل زي ما بقول لحضرتك، بدليل انه بقى في مهرجانات، مش مهرجان واحد، مهرجانات، وفي ورش فنية تتعمل مثلا في اسقف الشباب، بتعمل ورش فنية إبداعية بتكررها مرتين أو ثلاثة في السنة، بتجمع فيها 600-700 شاب وشابة من جميع أنحاء الجمهورية، نعملهم ورش تعليم، تمثيل، إخراج، ديكور، مصر. نعم؟ لا خالص، لا بالعكس، ده هم بيعملوا دعوة للكنائس على مستوى الجمهورية، كل كنيسة بتمثل الشباب المبدعين أو اللي عايزين الموهوبين اللي عندها، بيجي نعمل لهم في العجمي أو في القاهرة، أو أحيانا ساعات بنروح لهم الأقصر أو أسوان، بيتعمل لهم ورشة لتعليم الفن أو لمساعدتهم يعني علشان ناخد بإيديهم، فدي حاجة مهمة يعني. يوسف منصور، مدير مركز الليبرامية للإعلام اسكندرية. أهلا وسهلا بحضرتك معانا. عايزين نعرف، هي دي أول احتفالية للإبراهيمية للإعلام ولا كذا مرة؟ وعايزين نعرف إيه هي الممثلين المشتركة في هذه الاحتفالية؟ مركز الإبراهيمية للإعلام ليه 10 سنين. هو بدأ سنة 2005 والنهاردة إحنا 2015. إحنا احتفلنا بمرور 5 سنوات على مسرح الآباء اليسوعيين الجزويت من 5 سنين، والنهاردة بنحتفل في الكاتدرائية بمرور 10 سنوات. مركز الإبراهيمية للإعلام ده مركز أنشئ لثلاث أسباب. احتياج الكنيسة والقنوات الفضائية المصرية والمسيحية إلى كوادر فنية، فإحنا كنا بندرب الناس على إزاي يقدموا برامج تلفزيونية والدراما في الإخراج والإنتاج والتصوير والمونتاج، كل الأمور دي إحنا بنحاول ندرب الناس. الحاجة التانية إن إحنا نرتقي بالإنتاج، وخصوصا في الدراما، إحنا متخصصين أو في إنتاج برامج درامية أو برامج عادية، توك شو وكليبات وغيره. الحاجة الثالثة اللي احنا بنشتغل فيها هي المشروعات التنموية، احنا مشغلين في مشروعات تنموية وهدفنا هو خدمة المجتمع وخدمة الكنيسة، ده الهدف اللي احنا شغالين عليه. شكرا لحضرتك. العفو لك. الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الأقباط الكاثوليك بالجيزة. أهلا وسهلا بحضرتك معانا. عايزين حضرتك تكلمنا عن دور الإعلام في الميديا القبطية. هو دور الإعلام عموما هو تنوير الإنسان، ولو الإعلام إعلام صحيح وبيدي المعلومة المظبوطة بيخلي الناس تبني عجلها وبتكون معرفتها الحقيقية اللي موجودة، عشان كده بنقول الإعلام يكون في الحقيقي يعني متوازن وعارف بدوره وعارف إنه بيكون رأي عند الشخص المتلقي، وده دور مهم جدا جدا جدا. وأنا في الحقيقة لغاية دلوقتي مستني إن يطلع حاجة اسمها الميثاق الإعلامي في مصر هنا علشان الإعلاميين يلتزموا بيه ويكون عندنا إعلام رشيد. رسالة تحب توجهها لمشاهدين قناة الطريق؟ ربنا يعني يبارك فيكم، وبإذن الله الكلمة تثمر ثمرها 30 و60 و100. مرسي وقتك معنا، اشكرك. شكرا لكم طيبين. فايز فرح، نائب رئيس الاذاعه المصريه الاسبق وكاتب صحفي، واللي بقدم القداس في الاذاعه المصريه. انا مسؤول عن كل الاذاعات الدينيه المسيحيه في الاذاعه. اهلا وسهلا بحضرتك معانا من داخل مسرح الامبرويس. عايزين حضرتك تكلمنا عن مركز الابراهيميه للاعلام. هو لا شك المركز ده جديد طبعا، وبيقوم بدور كبير قوي. يمكن اللي احنا شايفينه ده المهرجان الجميل ده عمل من اعماله، وهو ابتدى يعمل اعلام يقدم الاعلام المسيحي الى الاخرين، ويبتدي يجمع كل الاعلاميين المسيحيين وغير المسيحيين، اعلام بمعنى اعلام. لا شك ان دوره كبير، ولسه حتى دوره كمان ما اكتملش، له دور كبير لسه هيلعبه في قضايا كثيره قوي، الوحده الوطنيه، القضايا الفكريه، الرأي والرأي الآخر، إقامة مؤتمرات من أجل الإعلام. ما هو دور الإعلام؟ يعني بيقوم بأدوار كويسة أوي أوي. طب عايزين نعرف دور المسرح القبطي إيه من المركز الإبراهيمي للإعلام؟ المسرح القبطي هو قديم، مش جديد، قديم واتلعبت فيه أدوار كبيرة أوي كويسة أوي. إحنا عارفين حتى جورج سيدهم كان من ضمن أبطال المسرح القبطي، إنما ما زلنا ننتظر دور أكبر للمسرح القبطي، دور أكبر بكثير، يقدر يقدم أشياء كثيرة أوي أوي.
يقدر يقدم المسرحية للشعب المصري كله للعالم كله. ونحتاج أيضا لفنانين وفنانات يقدموا على العمل. أهلا وسهلا بحضرتك معانا. هل شايف دور الإعلام عالم السواء الديني؟ اتكلمنا عنه. الحقيقة في مواضيع فقهية أنا مفاجئ بالنسبة لي السؤال، لكن الحقيقة اللي بيثير انتباهي إن في مواضيع فقهية تخص المسلمين تخص المسيحيين تخص الشيعة، لما بتثيريها قدامنا احنا الناس العاديين مش العامة احنا العاديين اللي مش متخصصين هتبني تستطيع أن تبني قناعات قد تضر قد تساعد على الانقسام قد تساعد على الابتعاد قد تساعد على عدم قبول الآخر. فكل اللي بأرجوه ان احنا واحنا بنطرح قضايا نطرح قضايا إنسانية في حدود الثقافة اللي احنا نقدر نتكلم فيها، لكن لما تبقى حاجة فقهية وحاجة متخصصة جدا دي مش مكانها الإعلام. انا ما اعرفش تسألتيني السؤال ده ليه، لكن دايما انا عندي الوقت ده الإحساس ده احنا بنفتح الموضوع ده ليه. انا راجل معلوماتي على قدي، لما هتطرحي لي وجهة نظر هتبناها ولا هتبناها واتعصب ليها لان ده حدود معلوماتي وده ممكن يأثر بالسلب على وطن كل اللي بنتمناه انه يتمنوا متوحد ان شاء الله. طب ازاي ان احنا نطلع اعلام جيد صحيح في وسط الظروف اللي البلد بتمر بيها؟ نحكم ضميرنا، يعني نحكم ضميرنا الانساني. لو في ارض تانية لو في بلد تانية نقدر نعيش فيها لو الارض زلزلت تحت رجلينا نعمل كده، لكن لما نكون هي ده المكان الوحيد اللي احنا ممكن نعيش فيه بقى لازم نحافظ عليه. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. ربنا يخليك، اهلا بيك، منورين كلكم المكان هنا. رساله تحب توجهها لمشاهدين قناه الطريق، وايه سبب تواجدكم في هذه الحفله من داخل مسرح الامبرويس؟ المنتظره يوم الايام البهيجه، احنا انجاز 10 سنوات مركز الإبراهيمية الإعلامي اللي أضاف للحركة الثقافية الكتير، الحركة الفنية الكتير، الحركة الإبداعية الكتير، علشان كده أنا موجود هنا وموجود كمان عشان صديقي وأصدقائي وعلى رأسهم يوسف منصور أقول له مبروك وعقبال 20 سنة و40 سنة و50 سنة وأنتوا كلكم كامل الصحة والعافية. شاكرين لحضرتك، شكرا. أنت ناير ناجي قائد أوركسترا بدار الأوبرا المصرية. حضرتك من أحد المكرمين في هذه الاحتفالية؟ ان شاء الله. حضرتك عايزين نعرف ايه سبب الاحتفالية هنا وايه سبب تواجدك في هذه الاحتفالية؟ مركز الإبراهيمية الميديا بيكمل 10 سنين النهاردة، وطبعا اعماله في كل مكان، ومركز واخد جوائز مهمة جدا ومركز متطور جدا في الطريقة اللي بيشتغل بيها في مجال الميديا، ودي حاجة طبعا تهمنا كلنا كمصريين يعني بشكل عام. طبعا مركز الاي ام سي في معسكر مصر توبيا، والنهارده هم بيكرموا والدتي عشان هي كانت واحده من المؤسسين للمعسكر ده. بس رساله تحبي توجهيها لهذه الاحتفاليه او للمشاهدين، تحبي تقولي ايه؟ ان شاء الله تبقى احتفاليه حلوه باذن الله وتكون ناجحه، وبجد دي حاجه حلوه للمركز ده لان هو بيعمل حاجات جميله كتير لتنميه المجتمع وكده، فان شاء الله يكملوا على خير. حضرتك معانا، حضرتك غنيه عن التعريف ومنوره كدرائيه. يا حبيبتي ميرسي، كل سنه وانتم طيبين. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. عايزين نعرف ايه دور الاعلام القبطي على مستوى الاعلام العالمي؟ الاعلام الايه؟ العالمي على مستوى العالم. لا السؤال القبطي، الاعلام القبطي يعني موجود الاعلام في كل حته، اعلام هو قبطي مش قبطي، هو الاعلام واحد يعني، لكن لما بتبقى مثلا هو مخصص شويه اعتقد بديهي مثلا او اجتماعي، والاجتماعي دي اعتقد ان هو بيبقى صوره احسن لان الصوره لا يعني لو بيتعامل مع دراما وبيبقى في منها موعظه او حاجه غير مباشره بتبقى دي ادق واحسن، لان حتى للاطفال يعني حتى قصص الاطفال. رساله تحب توجهيها لمشاهدين قناه الطريق بالنسبه لهذه الاحتفاليه من داخل مسرح الامبرويس؟ مش عارفه اقول لهم كل سنه وانتم طيبين. انا مبسوطه جدا ان انا موجوده، يعني بقالي كتير قوي ما شفتش ناس من نفس السنتر، واتمنى ان كل خير. شكرا لحضرتك استاذه ميران، اشكرك. دي من الجنيسة الانجليه في الابراهيميه، وانا مبسوطه جدا جدا علشان ما تصوريش قد ايه الميديا في كنيسة الإبراهيمية عندنا الأستاذ يوسف منصور عاملة عمل عظيم جدا. 10 سنين أنا دربت كتير جدا في مجالات كتيرة في الإذاعة وفي تدريب كتير قوي عندهم، واستفدت جدا واستفدت بهذا التدريب عشان أعلم آخرين.
طب عايزين نعرف ايه سبب تجمعكم من داخل مسرح الأمبرويس؟ سبب تجمعنا ان احنا هنحتفل بالذكرى العاشرة لانشاء التنمية IMC في عندنا في الاسكندرية، واحنا بنشكركم جدا على مجهودكم، واحنا بنشكر الميديا لانها نشرت وانتشرت لكل حتة في العالم، مش بس في اسكندرية ومصر، في كل الحتة معها. هي نشاط هايل جدا جدا وثقافة عالية وخدمة كبيرة جدا، وربنا يباركهم. انا حسين ابو شبيكة. اهلا وسهلا بحضرتك معانا، حضرتك من احد المكرمين في هذه الاحتفالية؟ انا ما عرفت الحقيقة ان كنت مكرم ولا، انما انا تعاملت مع المؤسسة المعهد ده كتير. انا اصلا سيناريست وكتبت لهم حاجات كتير زمان، بس انا كبرت وعجزت دلوقتي. طب تحب تضيف حاجة بالنسبة للمركز الإبراهيمية؟ مركز الإبراهيمية من أعظم المراكز اللي تواجدت في مصر، مفيش زيه، مفيش أخوه، وكانت فكرة هايلة. أنا حضرت يوم افتتاحه وحضرت العيد الخامس وبحضر العيد العاشر دلوقتي، وأتمنى ولو إني مش هيحصل إني إن شاء الله يحتفلوا بالعيد المية. من داخل مسرح الأمبرويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الكبرى نقلنا لكم مركز الإبراهيمية بهذه الاحتفالية. شكرا لحسن المتابعة، تحياتي نجلاء درويش، القاهرة، قناة الطريق.